خلاص يا ويصف. صحيح اللي صار، اجوا الجيش على البلد واقتحم البلده كلها، طوقوا على كل المناطق، واجوا خشوا علينا هنا حوالي يمكن 100 جندي تقريبا، واجوا منعوا النساء اللي يطلع برا ولا الرجال ولا الشباب، وبعدين جابوا العتلات فتحوا الباب هذا وطلع فوق الحيطان تفرع على جميع الحيطان، وبعدين اجى الباقر قاعد يهد في الدار. هاد بيت احمد وبيت قاسم، ابن قاسم اعتقل هو زوجته، واحمد برضه اعتقل هو اخوه محمد، واحنا قاعدين مشريين هان في البيت، اجوا هدموا وما فيش ماء ولا نقعد في جواته، والحمد لله رب العالمين. برضو اجى بيت نصير وهرب برا هدوه هذا هو كمان، وبيت سعد عطيه غير بيت يوسف هدوهم كلهم، واحنا نطلب المساعده من جميع الناس، واحنا الحمد لله رافعين راسنا لما سوى العمليه هذه، ولنا الشرف كمان بحصل لنا من كل هذا الشيء اللي سووه، والحمد لله رب، ان شاء الله ربنا في تشاثر معنا قريب. اجت قوه من الجيش لهدم منزل سعيد زهور، فرغنا الدار، كان في شويه اغراض فرغناهن، وكانت في وحده هندسه يعني فصلوا الكهرباء والمية، واجى الباقر وهدم البيت. والله هذا طبيعه الشعب الفلسطيني، يعني كل يوم هذا الشيء بيصير، يعني مش لا يوم ولا يومين، يعني على مدار السنين الطويله. لا هذه المي المصوره هذا بس بعرف عليه.